أهلا ومرحبا بكم في قناة الصحة والجمال في برنامجكم تحيا مصر. دائما في حياة الأمم والشعوب وقفات عديدة ومواقف مشهودة يصنعها رجال وهابهم الله بعض النظر ونفاذ البصيرة، أنعم الله عليهم بالحكم وفصل الخطاب، رجال يدركون عظم المسؤولية التاريخية، رجال قادرون على حمل الأمانة بقدرة واقتدار، رجال لا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخضعون لسلطان إلا لعظمة الله سبحانه وتعالى. إنهم الأوفياء الصادقون، إنهم الشرفاء. فإلى هؤلاء الشرفاء الذين يشعرون في وطنهم بأنهم غرباء، وإلى الذين يؤثرون على أنفسهم مهما لاقوا في سبيل ذلك من شقاء وعناء، وإلى الذين يبحثون في نور الشمس حتى يروا أناسا أوفياء شرفاء، إلى كل هؤلاء، إلى شعب مصر، إلى جيش مصر العظيم، إلى شرطة مصر، إلى قائد مصر العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلكم تجدوا في حديث اليوم راحة وسعادة وهناء. النهاردة طبعا أنا بعتبر النهاردة طبعا مولد برنامج تحيا مصر، لأنه طبعا برنامج تحيا مصر اتولد يوم 18/10/2012 في قناة الصحة والجمال. وأنا سعيد طبعا النهاردة معايا النهاردة نجم من نجوم المجتمع المصري، واحد من رجالات الشرطة العظام، واحد من حراس مصر، واحد من أصدق وأشرف النبلاء، إنه معالي اللواء أشرف سيف النصر المقرحي والنائب لمركز ومدينة الدلنجات عن مجلس الشعب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور. شرفنا بيك طبعا في قناة الصحة وجمال، ونورتها وملتها صحة وجمال. ربنا يخليك يا دكتور، الله يكرمك. ومعايا طبعا سيدة الأعمال الغالية كبيرة عائلات الأشقر في محافظة البحيرة، الحاجة غالية الأشقر. أهلا بيكي وشرفت مصر بعد عودتك من لندن. ربنا يخليك، ده شرف لي أنا يا حبيبي. طبعا أنا سعيد بيكم النهاردة في برنامج تحيا مصر. طبعا النهاردة أنا بعتبر يوم سعيد بالنسبة لي، لأن طبعا إنجازات الرئاسة وإنجازات الدولة إنجازات عظيمة على أرض الواقع. بلدنا فعلا يعني زي ما الرئيس قال في البداية هتبقى قد الدنيا، لا دي بلدنا بقت أعظم من أي شيء في الدنيا. بلدنا حاليا دلوقتي بتقود العالم، مصر تقود العالم، مصر فعلا هي كنانة الله في أرضه. صح يا معالي اللواء ولا إيه؟ أكيد طبعا، مصر هي مصر، والحمد لله برجالها بشعبها بكشها قيادتها. مصر حتى اللي طول عمرها مصر إلى أن تقوم الساعة. ده أكيد يا فندم إن شاء الله. طبعا النهاردة ستنا الحاجة غالية الوطنية الجميلة اللي بتحب الرئيس، عاشقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة. أعلن علم اليقين أن أنت في كنت في في طبعا مع الجالية المصرية في لندن، كنت بتأم يعني أنت اللي كنت القائدة بالنسبة للجالية هناك في دعم الرئيس، في حبك للرئيس، في حبك لمصر. اشرح لنا جزء من اللي انت بتعمليه في لندن. لا في الحقيقة هو أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو في ناس من الحكاية دي هم زعماء وناس بيحبوا وطنيين وبيحبوا مصر جدا. أنا واحدة برعم صغير بيحيي مصر وبيحيي الناس، أنا لا قائدة ولا حاجة، أنا بحب بلدي واللي بشعر بيه بعمله. لكن في ناس تانية هم اللي ليهم المسيرة والهتافات والحاجات دي. أنا بحب الرئيس قوي قوي، وأول مرة أقف لرئيس هو رئيس السيسي ودعمه بكل جوارحي، لأن الراجل ده أنا كنت هنا في 2000 لما كان في 30 يونيو، وإداهم للناس التانيين 48 ساعة يشيلوا كل حاجة أو يأمن. أنا كنت قاعدة في الأرض مع إن أنا عاجزة، كنت قاعدة في الأرض من نهاريها. الراجل ده عندي قيمة وقامة وعندي بالدنيا كلها، وأي مكان يروحه أنا تحت أمره.
ربنا يبارك لان انا بحبه جدا جدا جدا. مصر كلها بتحب الرئيس عبد هو عزيز مصر اللي بقول عليه، وهم الناس بتقول لي لا ما تقوليش كده، لكن انت حبيبي عزيز مصر، ربنا يبارك فيه ويبارك فيك. وسيدنا موسى اللي جه خلص شعبه من الهلاك. ست اللواء، طبعا في جعبتك الكثير، وانا طبعا عندي اسئله كتير قوي طبعا كعضو مجلس نواب عن دايره الدنجات، شعب الدنجات ينتظر منك الكثير والكثير والكثير. هل اوفيت كل ما عهدت به شعب الدنجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك. الحقيقة أنا اشتغلت 36 سنة ضابط شرطة. تمام يا فندم. أوفيت العطاء لبلدي وده حقها علي. تمام يا فندم. وإحنا دايما أقول ضابط الشرطة مش وظيفة، دي رسالة. أكيد يا فندم. الرسالة ديت لازم تقوم بيها بجد، لازم تخدم بلدك. وانا خدمت في جهاز حساس جدا، شايل البلد، جهاز معلومات، جهاز الامن الوطني، كان زمان امن الدوله حاليا امن الوطني، في قياده حكيمه، في على راس الوزاره وزير قوي رجل محترم. انا الفتره اللي فاتت دي كلها خدمت بلدي وكنت معاهم وسبتهمش، لكن لما جيت عيد مجلس النواب انا وعدتهم فعلا بحاجات كتير، ولسه ان شاء الله احنا في بدايه الدور. اللي انا وعدته مش انا اللي هحققه لوحدي، ده انا عندي رئيس جمهوريه بيفكر انت عاوز الشعب عايز ايه وبيعمله له. الله، ده اكيد يا فندم. اكيد. الحياه الكريمه دي كانت حلم. اكيد طبعا. حلم مين كان يحلم بده؟ بقول لحضرتك حلم. الله. حلم لمين بقى؟ حلم ل 60% من الشعب المصري. اللي هم الفلاحين، نعم، اللي هم البسطاء. كان حلم حقيقي. انا مش بجامل والله. ليه؟ لما انا عندي في الدلنجات 46 قرية، 46 عمودية، ما شاء الله، و969 تابع. نعم. هل انا لوحدي كعيد مجلس النواب ولا السابقون 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 عملوا هيعملهم لوحدهم؟ لا، لازم بالدولة. نعم نعم. واحنا لما بنجيب خدمة بنجيبها من الدولة. صح. الرئيس لما طرح حياة كريمة إن شاء الله، وإن شاء الله أم الدلنجات هتخش مرحلة تانية. أمين يا رب. يعني مقدر لها أدي سنة كام كده إن شاء الله؟ إن شاء الله السنة الجاية 2022، لأن الجمهورية كلها خلال 3 سنين. ما شاء الله. إحنا سيادة الرئيس بدأ في 21 مرحلة الأولى، 22 مرحلة تانية، 23 مرحلة تالتة. أنا خدت وعد من السيد المحافظ السيد وزير التنمية المحلية إن شاء الله الدلنجات في اوائل المرحله الثانيه. حصرنا كل الـ 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 الطرق، كل القرى اللي عايزه صرف صحي، اللي عايزه غاز، المياه، كهرباء، لان فيه مليارات جايه، مش ملايين، مليارات لحياه كريمه ان شاء الله، فوق ال 700 مليار جنيه لحياه كريمه ان شاء الله. فاحنا بنشكر الرئيس وعلى الهواء مباشره، احنا بنشكر الرئيس باسمي وباسم ابناء الدلنجات ان شاء الله. طبعا تحيا مصر بيكم، وتحيا مصر بقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجه غاليه طبعا، في مشكله بين احشائك. ايوه. عايزه وانت بتقولي لي قبل المطلع هوا، انا عايزه ابعت رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، للراجل انا بحبه، عايزه تشتكي له ما حدث ليكي من 2004. عايزك تشرحي لي ايه اللي حصل. اللي حصل باختصار الاوراق مع سيادتك، اللي حصل باختصار ان انا كنت عايزه شقه في اسكندريه. ايوه. وكان عندي محامي خاص بيعمل لي حاجات، وثقت فيه ان هو زي ابني او حفيدي، فاداني عقد من الشقه، وشفت الشقه واداني عقد واداني كل حاجه، ودفعت تقديمه عبال ما ان شاء الله العماره كانت تخلص 2006 وكل واحد يتسلم الوحده بتاعته. however هتطلع كام؟ 200 تاني او 150، ما نعرفش في الحقيقه. فقعد يماطل 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 فيا، وكل ما انزل مصر اروح الشقه الاقيها زي ما هي وحاجات كتير. ففي الاخر 2008 قلت له انا نازله هقعد في الشقه، خلصت ما خلصتش انا هعمل فيها. اتضح ان ما فيش شقه، ما فيش اي حاجه، وهو بما ان بيشتغل في الجمعيه التعاونيه للاسكان اللي هي تحت
ايد الدوله وبتاعه الدوله، يعني مش ناس من كده، لا دي بتاعه الدوله. و و و ودخلت بقى في مشاكل ان الراجل طلع مزور. I don't care why don't mind. الاختام كانت تحت ايديه، انا ماليش دعوه. ده بيشتغل في قلب البوزيشن بتاعه، كبير جدا في قلب الشركه. اتضح ان الشركه دي، I'm so sorry ان انا بتكلم الكلام ده، اتضح ان الشركه دي بتسرق شقق الناس اللي موجودين بره وبيتلعبوا بيها، وهم عارفين كده كويس. قدمت بلاغ؟ قدمت عملت؟ قدمنا كل حاجه، حتى وصلت لسعاده وزير الوزراء، كان وزير الاسكان، وقال لي يا حاجه غاليه لما تنزلي تعالي لي، الكلام ده من 4 سنين، تعالي لي الوزاره وانا هحلل. طبعا لما درسوا الموضوع لقوا كله كان قدام المحكمه، فقال احنا ما نقدرش، يعني السكرتير بتاعه الاستاذ عمرو قال احنا ما نقدرش ندخل يا حاجه لانها في المحاكم، بعد ما المحكمه تخلص تعالين. المحكمه خلصت، المحامي خد 3 سنين سجن، وخدت حقي من المحامي بالسجن، لان انا سعدت بهذا ان القضاء بتاعنا شامخ وعادل. صحيح هو فيري سلو، يعني بسيط، بيمشي كده 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 بسيط جدا، لكن بيجيب الحق بعد كده. رفعنا قضية، أنا عايزة يا فندم الشقة، مش عايزة فلوس، أنا عايزة شقتي، وكل الناس تعلم ذلك. فأنا رحت، أنت مضيت عقد تخصيص الأرض للشقة؟ ما أنا شايف في عقد تخصيص في كل وحدة تعاونية أهو. أيوة يا فندم، كل حاجة يا بيه، بس الورق ملخبط شوية معلش، بس كل الحاجة اللي أنا طيب. خلاصة المحكمة قالت إيه؟ المحكمة حكمت بالمحامي اللي أنا مش راضي عنه، اللي هي حوالي 500,000، أنا صرف أكتر من كتعويض. كتعويض. قلت له أنا عايز الشقة أستاذ حمدي خليفة، قال لي لا اللي مش عارف، كل المحامين اللي عنده عارفين إن أنا عايز الشقة. فلما اتحكم بالمبلغ البسيط ده اللي ما جيبش أوضة، قلت له لا يا فندم، يا تدوني كذا. هو بقى ماشي بمزاجه على ال 500,000، فاكرني يعني خلاص بريل عليهم. لا يا فندم، انا عايز في موضوع زي ده ست اللواء من 2004 لحد دلوقتي، الحل ايه؟ انها تقدر تعمل ايه؟ هي حضرتك طالما لجأت زي السيد رئيس الوزراء كده ما قال للمحكمه، يبقى هي المحكمه اللي هتفصل. طالما لجأت للقضاء، قضاءها هو هيفصل. حضرتك القضاء حكم لك بالتعويض، ايوه، وليس بالوحده. ايوه، انت ممكن تستأنف الحكم بالوحده. انت عايزه الوحده، تستلم الوحده، انت مش عايزه فلوس. لا، لان عارف سعر الوحده دلوقتي من 2004 لغايه دلوقتي هيبقى نط كتير. طبعا. اكزاكتلي. مساحه الشقه قد ايه حضرتك؟ بتوين يعني من 85 ل 100. تمام. والادريس عندك، انت حضرتك لك حق الاختيار. عايزه التعويض زي المحكمه ما قالت، او عايزه الوحده. عايزه الوحده يعني. لو انت عايزه الوحده يبقى تستأنف في الحكم من جديد، تقولي انا طالبه ان انا استلم وحدتي. هي ممكن يكون في مشكله، طالما انت قلت ان هم زوروا عقد التخصيص، يبقى هم سلموا وحدتك لحد تاني. انا سمعت بدون قطع حديثك، سمعت ان هم في 10 شقق بيحطوهم دلوقتي الجمعيه التعاونيه حطاهم للسيل، يعني للمزاد، بما فيهم الشقه بتاعتي. I don't know إذا كان الكلام ده مظبوط يا بيه أو مش مظبوط، مش عارف. أنا دلوقتي بقول إن المحامي الأستاذ حمدي خليفة، مع احترامي لي، تجاعص في قضيتي، مماطلين، مفيش أي حد بيعمل حاجة. ولذلك لما حصلت المشكلة أنا رحت له، بما إنه هو نقيب المحاميين، بس قال لي كلمة أنا في منتهى الغباء ما عرفتهاش. قال لي يا حاجة غالي أنا ما باخدش محامين محاكم. قلت له ده مزور. قال لي ماليش دعوة، بس المكتب هيقوم بيها. ما يعرفوش يا بيه الشقة دي فين، في أي شارع في اسكندرية، في أي مكان، أبدا. ويا حاجة ويا حاجة، حضروا القضية بتاعتك ولا ما حضروش؟ بيحضروا، بيجيب العمال اللي عنده، يعني من 2000 من 2004 لحد دلوقتي. لا لا لا، من 2008 من 2008 لدلوقتي، يعني وقت كبير. وقت كبير يا بيه. ومحامي آخر قضية إن شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الجلسات الإمتى؟ 23 الشهر ده. حاجة غالية، طبعا أنا عارف مدى حبك للريس ومدى حبك لمصر، وطبعا مصر دايما معطاءه، بتدي ولادها ودايما بتسند ولادها،
وان شاء الله مشكلتك هتحل قريب طبعا باذن الله تعالى. انا بناشد الريس. واحنا مش هنسيب المشكله ديت باذن الرحمن الا لما نشوف لها حل، وهنسند معاكي لحد ما تحصلي على حقك من برنامج تحيا مصر. لان برنامج تحيا مصر ده يعني احنا ان شاء الرحمن بنحارب الفساد في النجوع والكفور، ان احنا بنساند دولتنا العظيمه، بنساند رئيسنا العظيم، بنساند جيشنا، بنساند شرطتنا في مكافحه الارهاب والفساد. سياده اللواء اشرف سيف الناصر المقرعي، عايزك طبعا توجه رساله. شعب الدرنجات مستعجل قوي، في ناس كتير تكلمني قبل ما اطلع الحلقه يسالوا هو هيعمل ايه، هيخلي ايه. قلت لهم يا جماعه ده لسه فاتح 6 شهور. طب يعني انا عايزك تبلغهم تقول لهم من النهارده من منبري هذا، ما تستعجلوش الامور، اديهم يعني مش عايز اقول لك اديهم معاد، قول لهم يعني اديهم خيط نور. هم لهم حق وهم فعلا محتاجين الخدمات. لان فعلا احنا قعدنا سنين طويله دلنجات محتاجه خدمات. دلنجات زي ما قلت السيد المحافظ كان معانا هنا في المجلس الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء اللي فات، كنا مقدمين طلبات احاطه، وانا كنت مقدم طلب احاطه عشان حياه كريمه لاهل الدلنجات. تمام. انا زي ما قلت السيد المحافظ والسيد وزير التنميه المحليه ان الدلنجات دي من اقدم المراكز موجوده في محافظه البحيره، ومن حقها تبقى من 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 السابقين السابقين في حياه كريمه، لان الناس تعبت كتير قوي. طبعا انا شايف ان الصرف الصحي ده بقى مطلب ملح اكيد. طبعا مش عايز اتكلم ومهم. طبعا الصرف الصحي بقى اهم من الميه كمان. ليه؟ لان خلاص الناس الكل طفح، ما عادش قادرين يستحملوا ان يدفعوا 400 جنيه كل شهر ولا 500 جنيه عشان طبعا الصرف الصحي. لكن فان شاء الله انا بوعدهم مش الصرف الصحي، الصرف الصحي في الاولويات. والصحه ده الاساس. الصحه ديت زي ما قلت نمره واحد. ده الاساس. احنا حاطين مبلغ كبير جدا ان شاء الله في حياه كريمه لمستشفى الدلنجات. اللهم امين يا رب ان شاء الله. يفوق ال 150 مليون. الله اكبر. لان هم كانوا عايزين يحطوا 3 مليون، قلت لا ما ينفعش. يعني واهم شيء ان انا كواحد من البلد انا عايز اهم شيء جهاز الاشعه المقطعيه. مش جهاز اشعه مقطعيه بس. وجه رساله من هنا لوزيره طبعا وزيره الصحه. استاذتنا الفاضله الكريمه بنت الاكرمين، ونعرف ان انا اجزرها البحيره، انك تساعدينا في وجود اشعه مقطعيه في مستشفى الدلنجات المركزي. انا بطالب السيد وزيره الصحه ايوه ان هي ترسل لجنه لاهل الدلنجات لمستشفى الدلنجات تشوف احتياجات الدلنجات ايه، تشوف المستشفى محتاجين فيها ايه. احنا مستعدين نقف جنبها ونقف جنب اللجنه دي، واللي احنا عايزينه كله ان شاء الله يتحقق ان شاء الله. حاجه غاليه طبعا. انا عارف طبعا مدى حبك طبعا، وانا واثق جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزك توجهي له رساله النهارده، تقول له ايه؟ ممكن اقول الاول اطلب الطلب اللي انا جايه علشانه ولا تفضل. اقول له الاول؟ لا اقول الاول. اقول لك الاول. يعني افخم فيه، هو فخم من غير اي حاجه. طبعا. وشرف من غير اي حاجه. سياده الرئيس، انا بطالب من حضرتك طبعا، دي حاجه المفروض ما اطلبهاش، لازم الناس اللي هم يكونوا شرفاء كانوا عملوها من زمان. يا فندم، انا نفسي انزل اموت في مصر، وعايزه اقعد في مكان يليق بغربتي وشقايا، عايزه شقتي ما بفضلك. الفلوس اللي حكموا بيها دي مش هتيجي اوريدي، ما حدش هيجيبها لي، لكن انا عايزه انزل مصر. خلاص انا تعبت من الغربه. ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكتب لك السلامه، ربنا يديك الصحه وترجعي بالسلامه ان شاء الله، وربنا ولبلدك وفي حضنك، حتى لو مالكيش شقه في التعاونيات ان شاء الله. بيوت مصر كلها مفتوحه لك. لا 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 ما تقوليش كده يا حاج يا ماما. طبعا طبعا طبعا. لا 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 لا. وبعدين يعني طبعا كلنا نشيلوك على دماغنا من فوق، ومصر لا 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 ان شاء الله. بلد مصر ديت عمرها ما تبيع ولادها. ما تبيعش ولادها طبعا. لا 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 لا، انت ليكي حق وهتاخديه. ان شاء الله. وبعدين خاصه ان القانون ادى حقها. لا يا باشا، احنا دلوقتي في زمن في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صح كده، ما بيضيعش حق حد. وانا بقولها علني اهو، بالراجل ده بيحافظ بيحارب الفساد، والفساد موجود. ايوه. لكن احنا هنحارب، احنا كمجلس نواب طبعا. احنا جهاز رقابي وتشريعي. تمام. وانا بقول اهو
والعالم كله والدنيا كلها سمعانا ان شاء الله ما تخافيش حقك هيرجع لك باذن الرحمن. حقك والفاسدين مسيرهم السجن. مش والخصم دخل بقول لحضرتك السجن. المحامي دخل السجن على فكره بقى يعني الفساد يعني خد 3 سنين سجن حاجه. الفساد بتقول مش في المحامي بس ولا الفساد في التعاونيات. القانون بتاعنا قانون عندنا فساد رادع وبنحارب الفساد في كل مكان. وانا بقول لحضرتك اهو الشرفاء موجودين في مصر اكيد طبعا عمرهم ما هيرضوا باي فساد ضد حضرتك في الشقه دي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه غاليه طبعا. تحيا مصر. تحيا مصر وتحيا تحيا في كل ناحيه اكيد وكل عال اكيد. تحيا مصر في المصانع وفي المزارع وفي الكنايس وفي الجبال بس احنا نسيبها تحيا وهي تحيا وهتبقى عال. تحيا مصر لاجل بكره يكون جميل لاجل خير بلدنا يبان على وش أمين. الفقير امين. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فاصل وهرجع لكم تاني. واذا ما كانش هو الراجل انقذنا من هذا الـ يعني اقول لك ايه الناس اللي ما عندهاش ضمير اللي بتقتل و و و و و وتذبح ودول مش مسلمين يا ابني. دول مش مسلمين. دول اوريدي سوقوا سمعتنا في جميع الاماكن. لكن ان شاء الله بمشيئه الله والرئيس السيسي ربنا يخليه ويديله الصحة يا رب إن شاء الله إن شاء الله العالم الوحشة دي القتلة دي كلها هتمشي بإذن الله تعالى. والعالم الإسلامي الحقيقي والمسيحي واليهودي إحنا يهود ومسيحيين ومسلمين تجدر هنبقى إن شاء الله فورا ظهر السيسي وإن شاء الله لله. تحيا مصر. رجعنا من الفاصل طبعا. بقول دايما شغلني عن هوى قلبي هوى تاني مفيش غير هو دلوقتي على لساني. هوى بلدي هوى وطني هوى ولادي اللي فاتونا وراحوا للأرض يحمونا. ولادي اللي سابوا الدار وراحهم للرصاص والنار عشان يفدونا بروحهم ويحموا الأرض بسلاحهم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا انا بعزي طبعا معالي طبعا اللواء ماجد الاشقر طبعا حكم دار مديريه امن انا. وبعزي طبعا المهندس عبد المجيد الاشقر في وفاه طبعا المهندس حماده عبد العاطي الاشقر اخوهم. وطبعا انا بشترككم الاحزان كل عيله الاشقر في الشرقيه. وطبعا برضو بعزي طبعا معالي الدكتور فازع بدر الدين لوفاة والدته الكريمة طبعا الدرنجات بحيرة. شد حيلك دكتور فازع وربنا معاك وربنا سبحانه وتعالى يتولاك وربنا يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. مصر طبعا هي كنانة الله في أرضه. مصر هي نبراس الأمة العربية. مصر هي رمانة الميزان. مصر السيسي مصر السيسي مصر السيسي العبقري. مصر السيسي الأسد الجسور. مصر السيسي الحنون الطيب اللي بيربط على كتف كل مسكين وغلبان. مصر السيسي اللي قال مصر هتبقى قد الدنيا بل بقت احسن الدنيا هي مصر حاليا. اتفرجوا شوفوا مصر شكلها ازاي. مصر دلوقتي بصوا على العشوائيات شكلها ايه. بصوا على العالمين شكلها ايه. بصوا على الكباري وانت جاي من اسكندرية كده شوف الدنيا. مصر اتغيرت. مصر بتقود العالم. يا شباب مصر عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. لذلك انا النهارده انا عايز اعمل مبادره من هنا من برنامج تحيا مصر لكل شباب مصر في كل المحافظات. نعمل يوم في حب بلدنا. نعمل ايه؟ ننظف البلد في كل مركز في كل محافظه في كل كفر في كل نجع زي زمان كنا بنعمله معسكرات للشباب. فاكره يا معلم اللواء؟ طبعا. ليه ما نعملش المبادره دي ونلم شباب البلد يا حاجة غالية ونبدأ ننظف بلدنا شارع شارع يوم نساعد الناس اللي هم طبعا اللي بنضفوا طبعا عمال اللي هم يعتبر الجيش المرابط أو الجيش الأصفر اللي هم مرابطين في نظافة هذه البلد. نساعدهم ونمسك المقشات معهم يبقى يوم في حب بلدنا. أنا شفت ولادنا في مركز الدلنجات بأمانة
انا بشكرهم من هنا من برنامج تحيا مصر. الجميل الواد يعني هم، انا مش هقول ده ولد، ده رجال، هم دول الرجال اللي بيعملوا بصمت لا يعلم بيهم احد، رامي ثروت ابو العنين ومحمود الشهاوي وعلى راسهم الشيخ جمال شرف، نظفوا المقابر في مركز الديننجات. تعالوا اتفرجوا المقابر شكلها ايه. ليه كل ده؟ عشان بيحبوا بلدهم. وانا بشكر طبعا رئيس المدينه لما عرف ان هم بينظفوا المقابر بعت لهم وفد من المجلس امبارح نظف المقابر معاهم، وبدا يوضع طبعا الانوار في المقابر. فانا بشكرك معالي رئيس مدينه الديننجات طبعا. ولكن انا ما زلت بقول لك انا يعني المقابر مش عايز المقابر، يعني عايز المقابر كلها في مركز الديننجات انك تحط ايدك عليها، لان انا عايز دايما الكراسي زايله، عايز الناس تذكر اي حد في مكان ويمشي يقول والله الراجل ده كان كويس جدا وعمل لنا كذا وكذا وكذا. عايزك عينك لله تنظر نظافه الشوارع، نظافه المقابر، نعلي سور المقابر شويه عشان اللي بياخدوا سرنجات يخش جوه المقابر بياخد سرنجات وياخد حاجات وندمر شبابنا. ليه المقابر ما تعلاش؟ ليه الغفير او غفيرين يبقوا حراسه على المقابر؟ استاذ مجدي ابراهيم طبعا رئيس مدينه الدنجات انا بحييك من هنا، وعارف انك راجل خلوق وراجل محترم، بتمنى انك تحط ايديك في ايدينا وبنعمل من هنا مبادره حب البلد على مستوى الجمهوريه، كل المحافظات وكل المراكز نعمل يوم ننظف فيه بلدنا، نساعد فيه الجيش الاصفر، الناس اللي تعبانين وشقيانين في الشمس، يوم واحد نقدر نعمل ننظف. واللي يا سعاده اللواء فكره جميله طبعا، وكانت في دماغي بيني وبينك يعني كانت في دماغي عاوزين نعملها. كنا عاوزين بس التوقيت الصح ان احنا نجمع شبابنا كله. ايوه مبادره ننظف كل شوارع الدلنجات. بالظبط كده، ده حقيقي. وعاوزين نعملها في القرى كمان. تمام، مش في المدينه بس، في كل القرى والقرى كمان. واحنا فعلا بداناها يمكن من قبل مجلس النواب. الله يفتح عليك. بدانا في بعض القرى وجملنا المداخل القرى. ودهنا العواميد ودهنا الشوارع ورشينا ايام كان الكورونا والجريده. وانا من هنا بقول برضو للشباب يا ريت الشباب ده هم الفتره اللي جايه دي ننظف بلدنا بمعرفتهم بسواعدهم، وانا معاهم اكيد. فانا بوجه رساله هنا معانا عمته غاليه، حاجه غاليه الجميله طبعا، ربنا يخليك. طبعا احنا النهارده المبادره دي عاوزه تعم الجمهوريه كلها، مبادره في حب بلدنا حتى يوم واحد ننظف بلدنا، نقف جنب بلدنا، نقف جنب جنب القياده. عايزين بلدنا تبقى نظيفه، عايزين بلدنا تبقى يعني شايفين كورونا، شايفين دلوقتي التفحم الاسود. ليه؟ عايزين نساعد بعض، نكمل بعض، نحن على بعض، نخاف على بعض. فانا بشكر شاب الدلنجات الجميل بعيد تاني رامي ثروت ابو العنين ومحمود الشهاوي في اللي عملوه في مقابر الدلنجات. انا بحييكم يا اولاد وبقول لكم تحيا مصر بيكم، وان شاء الله انتوا تبقوا اول ناس في المبادره اللي هي مبادره حب البلد. وبشكر الشيخ جمال شرف من هنا لان الراجل ساعدكم وكل من ساعد. وانا بوجه برضو اقول للسيد رئيس المدينه العيش في المخبز الاستراتيجي مش عايز اقول لك غير مطابق للمواصفات. اين الرقابه يا سياده رئيس مدينه الدلنجات؟ اين الرقابه يا رئيس تموين مركز الدلنجات؟ واين رقابه مدير مباحث التموين في البحيره؟ اين رقابه مدير مباحث تموين البحيره؟ ارجوكم احنا انتوا تاخدوا ليه تاخد العيش الدي اسود وفي كله رده؟ ليه تاخده؟ ليه تستلمه؟ هو مش العيش بس يا دكتور، معلش اسمح لي بقى تدخل عشان في الموضوع. اتفضل يا فندم. احنا الفساد معروف، لو عندك طماطمايه في قفص الطماطمايه دي الفاسده دي هتفسد، تعمل القفص فيسكت اكيد طبعا تفسد القفص. فاحنا عايزين في كل مكان في اي مصلحه حكوميه نحارب الفساد فيها. تمام، ده انا خدت عهد على نفسي وقلت في مؤتمراتي ان انا ضد الفساد والدوله كلها ضد الفساد. كهربا فيها فساد، وانا بقول تاني شركه الكهرباء في الدلنجات رئيس الشركه تفهم الموقف وجاب لنا مدير هندسه جديد. انا بقول من هنا، بقول للرقابه الاداريه، بقول لمباحث الاموال العامه لازم نفحص. احنا مش هنغمض عينينا على اللي حصل في السنين اللي فاتت، لا احنا لازم الناس دي تيجي وتتحاسب.
لازم تتحاسب في المحليات، في الكهرباء، في شركة المية. الفساد اللي بيحصل في مركز درنجات ده لازم يحاسبوا عليه. أكيد أنا لازم يحاسبوا عليه. حضرتك طبعا حاجة غالية. طبعا أنا عايزك إيه مطالبك تاني؟ يعني أنت تحب تشوف إيه في مصر جديد؟ أحب اللي أقول لحضرتك على حاجة. انتبهوا لشباب مصر بدرجة جامدة جدا، لأن أنا قاعدة دلوقتي في منطقة عشوائية اللي هي حدائق المعادي، فيها حاجات يا فندم لا تتخيلها. يا ريت الأماكن العشوائية دي والناس اللي هم البسطاء، في ناس بتاخدهم لحاجات كتير قوي. أكيد طبعا. يا ريت يبصوا الأماكن دي، يكثفوا الكاميرات، يكثفوا البوليس، يكثفوا كل حاجة، لأن في حاجات غريبة جدا بين الشباب وبعضه، بيتقاتلوا مع بعض، وبشوف قدامي وحاجات مشروبات جامدة جدا في الشوارع علني. ده اللي بقوله، من فضلكم الشباب اللي طالع ده لازم يوجد له وظايف. لازم الوظايف يا بيه ترجع تاني، ما يقعدوش عيال على القهوة وقولوا لهم ما فيش شغل. ما ينفعش، لازم الوظايف ترجع تاني زي ما كان في وظايف قبل كده. ان شاء الله لازم طبعاً. التعيينات دي تطلع تاني، ما تتوقفش بالطريقه دي. احنا انا هقطع حياتك في حته زي دي. اتفضل يا بيه. احنا مش عايزين وظايف بس، لا، احنا عايزين نعمل مشروعات للشباب يشتغل. أيوه. ينتج. ايوه. الموظف ده قاعد على المكتب، ممكن يبقى عنصر كويس وممكن يبقى عنصر فاسد، انا اسف يعني. صح. لكن الشباب لازم نستغل الشباب في العمل، في الانتاج، نعمل مشاريع صغيره. احنا عندنا في الدلنجات مثلا كمثال، عندنا اراضي تبع املاك الدوله كتير قوي، كتير، حوالي 36 فدان باين. وانا قلت لسياده وزير الصناعه، سياده وزير الصناعه، قلت لها عندنا، قالت خلي سيد المحافظ ينسق معايا ونيجي نرفع المكان ونعمل فيه صناعات صغيره. يا ريت والله لاهل الدلنجات. يا ريت يا ريت والله. ايوه انا بقول لحضرتك. طبعا انا بنناشد مع حضرتك من برنامج تحيا مصر. يا معالي الوزير، احنا عايزين طبعا نشغل شبابنا، عايزين نحط ايدينا في ايدين الدوله، عايزين نلم الشباب من الشوارع. بنناشد جهاز الخدمه الوطنيه طبعا. بنناشد الاداره الهندسيه تيجي ترفع المكان. هم كان في الدنيا حوالي 23 فدان حته واحده، وقريبين من المدينه مش طبعا. بعيد. شيء جميل طبعا. لما تعمل عليهم مصانع ده كويس قوي، يبقى شيء جميل طبعا. هو في حاجه انا ما اقصدش وظايف على مكاتب. الولد دلوقتي عايز يبقى له تامين معاش لما يكبر. دلوقتي مفيش وظايف، لان الشغل الحر لما واحد عندي ساكن وقع بالموتوسيكل مش قادر يرجع شغل، مش قادر يعمل دليفري تاني لان خلاص عتب. ده مش قادر انا يبقى مؤمن عليه، يبقى صاحب العمل يكون مؤمن عليه. ما بيعملوش كده يا فندم. ما هو ده الفساد بقول لحضرتك عليه. ما بيعملوش. احنا عايزين منظومه ان زي مثلا اللي هي التأمين لمدى الحياة اللي هو 60 سنة، بعد ما يخرج حياة كريمة، ياخد معاش زي انجلترا. انا كنت بشتغل اول ما وصلت للستين اوريدي ادوني روتاي ايرلي عشان كنت مريضة، ولغاية دلوقتي بيصرفولي معاشي. نفسنا نكون كده، ومع انها كانت شغل حر يا فندم. يعني انا كنت شاب الريتس اوتيل اللي هي الملكة بتاكل فيه، ولغايه دلوقتي معاشي ماشي، مع انها برايفت مش حكوميه، لكن كان في تامينات، كان في حاجات الان اتش اس، الدواء مجانا، كل حاجه مجانا متوفره. ولعلمك انجلترا افقر من هنا مليون مره، فيها من جميع البلاد. تخيل بقى يا حاج، احنا مصر كنانه الله في ارضك. ايوه انا عارفه يا حبيبي، مصر المحروسه. ايوه يا دكتور. أيوة. انا بعد اذن حضرتك فضل. عشان الوقت بتاعنا. أيوة. والحلقه دي مهمه جدا طبعا، ان احنا نقدر نقول فيها حاجه. يا ريت اذا كانت المسؤولين سامعيننا ومصر سامعانا وعلى راسهم سياده الرئيس. يا حبيبي ربنا يكرمه. يا ريت نعمل جهاز لمكافحه الفساد، جهاز مختص خاص خاص لمكافحه الفساد، واحنا كنواب نوافق على هذا القانون الجديد. لو في قانون تقدم من المشروع من الحكومه، او حتى لو في قانون نفعله، مكافحه الفساد وتفعيل قانون من اين لك هذا بالظبط، كسب غير المشروع. ما ينفعش ان انا راجل فني معايا دبلوم وعندي ملايين
لازم حد يسالني تجيبها منين. اكيد يا فندم. على فكره لما بساله جيبها منين انا بحافظ عليه في الدنيا وفي الاخره. اكيد. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده لازم يا دكتور الفتره اللي جايه. انا في حاجه عايز اسالك عليها بقى. هنبص لك كده مثلا على السوشيال ميديا الفيسبوك داخل عليك واحد ممكن يشتم فيك ويشتم فيا ويشتم في الحاجه ويشتم في الثاني دون ردع. من المسؤول عن كل هذا؟ هو في الوزاره وزاره الداخليه في اداره التكنولوجيا المعلومات ديت المفروض انها انت بتروح تعمل فيها محضر وبيحددوا الشخص ده والمحضر يتعرض على النيابه والنيابه تطلع له ضبط واحضار ويتسال. ده عامل لي واحد يطلع عامل لي اعلامي وممكن يخوض في سيره فلان وفلان ده من عيله القوم ويخوض في سيره يعني لدرجه ان انا علمت ان معلش يعني حد من اعضاء مجلس الشعب كون عدد من البلطجيه وراحوا يضربوا واحد في الدرنجات. ما هو انت في 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 حاله غياب القانون. طب انا يبقى نلجا للبلطجه وده ما ينفعش. طب ده ما ينفعش طبعا. ما ينفعش يا باشا. ما ينفعش ما ينفعش. تفعيل القانون ده في اي شيء. بالظبط. احنا عايزين نناشد أيوة. وزاره الداخليه مش كده؟ ايوه وزاره الداخليه ان هي الحاجات دي كده ترصد كلها. تمام. ويكون في اجراء رادع. اجراء رادع جدا لان احنا الاخلاق بتاعتنا دي مهمه جدا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ما وجدت في الميزان اثقل في الميزان يوم القيامه من الاخلاق من حسن الخلق. لكن اللي بيحصل ده ان انا اشتم فلان او ادعي عليه كذا او وان انا ممكن اكون ماجور ده اللي بيحصل. بالظبط كده. لا ما ينفعش ما ينفعش. ولاد الناس من ناحيه القانون يا فندم يعني المطلوب اللي اتعمل ايه؟ القانون فيه جراء فيه بيجرى. اذا كان هم يعني مثلا اللي بيتعامل على الفيسبوك ده ومعظم معلش مثلا الشرطه عارفه ده فلان وما بيروحوش ياخدوه. ما هو لازم حد يقدم بلاغ. لازم حد يقدم بلاغ. لازم حد يقدم بلاغ. قدم حضرتك بلاغ لكثيرين في هذا. لازم حد يقدم يعني بلاغ. يعني الفساد والبلطجه مش في الشارع بس، لا ده كمان على الفيسبوك. البلاغ هيتقدم هيتاخد اجراء قدامه. وانا بناشد السيد النائب العام لان اغلب المحاضر دي بتتحفظ. بقول له يا معالي النائب العام اخلاق مصر لازم يبقى فيه محاسبه، لابد من رد على هؤلاء. بالظبط كده. يعني انا عاوز افهم الى متى سنترك هؤلاء؟ يعني مش عارف يعني مش فاهم. انا واحد طالع لي وعامل لي اعلامي وبيشتم في خلق الله، طب الى متى؟ وبعدين الناس المحترمين ما تبقاش ظاهره بقى. واحد عاوز يتضايق واحد يشتم فيه فاصل يعني ما تبقاش ظاهره. عموما انا هطلع فاصل دلوقتي ان شاء الله وهرجع تاني. استنوني. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر. طبعا بيك يا ست اللواء. احنا كنا بنتكلم ست اللواء طبعا المصرف في مركز الدرنجات من اول طريق تل بارود الى مستشفى الدرنجات المركزي. ما فكرتش نعمل حاجه في المصرف ده؟ احنا انا فكرت وخدت اجراء وخدت خطوات. ايه هو بقى؟ قدمنا طلب للسيد وزير الري والسيد وزير التنميه المحليه. تمام يا فندم. احنا المصرف ده بقى مطلب شعبي لاهل الدرنجات ان أيوه. لازم يتغطى. تمام. لازم التغطيه بتاعته. ليه؟ لان بقى في قلب الدرنجات دلوقتي وجنبيه مستشفى وجنبيه مجمع مدارس. ما ينفعش ان الناموس والبعوض والكلام ده كله يطلع على اولادنا. حوالي 20,000 طالب. صح. مستشفى بتعاني من البعوض وجنب في قلبها مصر بقى في قلب الدنجات. وفقدنا الرش اللي كان زمان بيترش ده. بقول للسيد وزير الري لان المصارف دي تبعك. وبقول لوزير التنميه المحليه وبقول الساده المسؤولين كلهم السيد رئيس الوزراء المصرف ده لازم وحتما لازم يتغطى. اكيد يا فندم. لازم. لان ديت صحه الانسان لا تعادلها اي شيء. طبعا ده. مش عايز كلام. دي في واجهه الدلنجات وفي قلب الدلنجات ومسافته مش كبيره ده حوالي 800 متر. صح يا فندم. مش كتير. وبناشي سياده الرئيس بقول له ولادك يا فندم طمعانين في 800 متر من اللي سعادتك بتعمله كتير في مصر كلها. يا ريت 800 متر دولت يطلع بيهم قرار ويتعمل بيه المصرف ده ويتغطى عشان خاطر اهل الدرنجات. عايزين نعمل لهم حاجه فعلا. أكيد. لان الناس ديت فعلا في تعديلات الدستوريه انا عملت مؤتمر كبير هناك وحياتك حضرته الناس كلها شاركت فعلا
وبقينا من المراكز المتقدمه جدا اكيد يا فندم في الحياه السياسيه. احنا بنشارك كويس او في الحياه السياسيه، فاحنا بنناقش سياده الرئيس والسيد رئيس الوزراء، ده مطلب شعبي لاهل الدلنجات. يا ريت خلال الفتره السنه دي اهو يتعمل المصرف ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ايدنا في ايديك، وان شاء الله هنحارب الفساد في كل ارجاء المعموره، في الكفور وفي النجوع. اتصلوا علينا، تليفوناتنا على الشاشه. حاجه غاليه، رساله اخيره توجهها لرئيس الجمهوريه والجيشنا العظيم وشرطتنا، تقول لهم ايه؟ اقول تحيا مصر بجيشها وشرطتها وبسيادة رئيس الجمهورية اللي ربنا بعته لنا، زي ما بقول حاجة من السماء نزلت من عند ربنا حلوة قوي. في فيديو طبعا بتاعك وانت في لندن ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك، وانت بتهني الرئيس. ربنا يخليك. عايزة اتكلم كلمة بس. اتفضل يا فندم اتفضل. هو الرئيس جه مرتين في انجلترا، بس انا ما بحبش اعمل زي المصريين واخش عليه الاوتيل وهو جاي تعبان. نفسي اشوفه، مش محتاجه منه حاجه، نفسي اسلم عليه ان شاء الله. طبعا اتمنى يا رب يلبي لك رغبتك، وانا بناشد اكون بصحبتك في مناقشه قبل الرئيس يا رب، لان انا فعلا لسه قابله الحاجه، وانا بلاش عايز اقول له حاجات كتير جدا. حاجات كتير عاوز اقولها له في ودني. انا عايز اقول له ربنا يبارك له. الراجل ده يا دكتور قسم بالله انا بحبه جدا، وهو مخلص جدا، مخلص عارفه الاخلاص طبعا. الاخلاص ده بيبان في العمل اللي في مصر، ده نتيجة اخلاص. فيديو الحاجة طبعا غالية على اللي نازل على الفيديو اهوت على الشاشة، وهي في لندن، وهي طبعا بتهني الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء عظيم فعلا. انت وطنية من الطراز الاول، مصرية على حق، دي بلدي واجدادي وكل حاجة ليا، علشان كده. ولذلك والله العظيم انا رحت صلحت التربة علشان قلت يمكن ما انزل فيها هنا قبل ما اسافر، اقسم بالله، وانت تعلم ذلك. مين هي وهي مين مع كل العالم؟ والله انا اقول ان احنا سعداء جدا جدا جدا، ولازم نكون سبورت للرئيس في اي مكان، ولو كان بالامكان كنا رحنا له على امريكا معاه في اي مكان يروحوا، واحنا سعداء جدا بيه، وان شاء الله للامام. وهو باذن الله تعالى عرف مصر مين هي وهي مين مع كل العالم. والله انا اقول ان احنا سعداء جدا جدا جدا، ولازم نكون سبورت. طبعا انا بقول يا عيون مصر الجميله، ارمي حضنك كله فينا وامسحي دمع المدينه، يا عيون مصر الجميله. اللي خانك واللي خاننا مش حسين ولا هو حنا، اللي خانك مش من وطننا، عمره ما يكون حد منا، يا عيون مصر الجميلة. الصليب فارد ايديه والهلال محني عليه، حضن وحدة ما تلاقيه غير في مصر العيشة فينا، يا عيون مصر الجميلة. كلمة أخيرة تقولها الرئيس، تقول له النهاردة. بقول يا سيادة الرئيس احنا معاك، ومعاك 100 مليون مصري مستعدين يحاربهم عشان مصر في كل حتة. احنا معاك وفي ظهرك وبنساندك، واحنا واثقين فيك قوي، لان الثقة لازم تكون موجودة في هذا الرجل. ان مصر في قلب عبد الفتاح السيسي، توثيقا لعطاء لا يمحى، واشهاد على انجاد لا يخبو، وذلك كله دون خشية وصم من حاقد او خوف اتهام من عاند، ان عبد الفتاح السيسي قد وعى التاريخ واستقرأ احداثه. لقد تسلح عبد الفتاح السيسي دون عمد بجميع خصال من سبقوه، دون أدنى تباه في نقائص من علموه. لقد جمع عبد الفتاح السيسي بين أصالة الأرض وعراقة التاريخ وفطرية الإنسان وعطاء الشعب، فكان إفرازا لمصر متميزا غير مسبوق. لذا أقوله من هذا البرلمان، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.